وإن شاء الله يتقبل آمين. تحية المسجد وحديث الوارد فيها للصحابي نعم سليك الغطفاني. هذا الحديث عند مالك عارضه وقال الحديث معارض، حديث صحيح وإنما هو لم يأخذ به إمام مالك، ما خدش به. قال لماذا ما خدش به؟ أولا هو عنده العمل، عنده عمل أهل المدينة أن الإمام إذا طلع على المنبر ما بقى لا صلاة، واش يقولوا خروج الإمام من المقصورة إلى المنبر يبطل الكلام ولا لا؟ يبطل الكلام. وإذا طلع صعد المنبر بطلت الصلاة، يعني الناس قاعدين ويأذن المؤذن بعد يقول سنة نزيد نصلوا، والإمام على المنبر نصلوا كما يقول ما بين الأذانين سنة نصلوا ركعات ما تجوش. هو معارض بآخر، واش هو معارض؟ بأن الإنسان يعني إذا كان الإمام وإذا خطب فأنصتوا له، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأنصتوا له. هنا قال بما أنا فأنصت له للوجوب، إذا دخل المأموم وبدا يصلي فإنه لم ينصت للإمام فهو معارض. فهنا قال لك إذن لا تصح صلاة بالإمام، لاش نعنى نافلة تحت مسجد نافلة، والإنصات واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحادثة حادثة عين. بالضبط. وهكذا كوش زاد أولها إمام مالك، لأن علاه؟ لأن هذا السيد هذايا هو فقير، هو كما نقولوا إنسان محتاج، فحب النبي صلى الله عليه وسلم يعطي تلميحة وتنبيه وإشارة أو يفيق الناس بأن هذا كأنه يعني خاص به، شوفوا هذايا. ثم في خطبته دعا إلى الصدقة. بالضبط. نعم. يعني فهنا حملها إمام مالك، قال على أساس باش الناس هذوما يصدقوا عليه على هذيك، وقالوا ليه ولكن لم تتكرر. النبي ولم يأمر غيرهم. ومما جمع لهذا السيد هذا قال من سن في الإسلام سنة حسنة، حديث من سن في الإسلام. نعم. هذا بشوف بمعنى أنه عندها معارضة الحديث. ثم في استدلال آخر قوي. نعم. أن الرجل دخل وجلس، هذا هو إيه يعني علاش كي يجلس علاش قالوا قم فصلي؟ فإن لأن كان المعروف هو الجلوس وليس الصلاة. بضع له، لأنه هو هذه العادات. هذا ابن حجر هو اللي قالك علاش، قالك لأن هذه العادة. نعم. هذا المعروف، ولكنه هو خاص بالذات، أمر بالصلاة استثناء. شفت. نعم. هو بابا هو خصوص، هذا أخذها إمام مالك قالك هذا خاص به ولا يتعدى إلى غيره. فلهذا احنا نقوله يعني احنا خاصة إفريقيا ككل والمغاربة، يعني المغاربة احنا نأخذ بمذهب مالك أن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى الإمام على المنبر ما يصليش تحت المسجد، فإنه معارض، هو مأمور بالإنصات ما هوش مأمور بالصلاة، أو مأمور بالإنصات الإمام. فالطلوع لأن العلاء، لأن صلاة الجمعة فهي كما يقولوا احنا تعتبر تنزل خطبة، تنزل منزلة ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بما لا صلاة لا تجوز صلاة في صلاة، وهذه صلاة في صلاة، كانوا قالوا بالطريقة هذه، يعني كانوا صلاة في صلاة وهذه لا تصح. فلهذا أمر بالجلوس، الإنسان لما يدخل الجامع والإمام يصلي والإمام يخطب يقعد، إذا صابوا على المنبر يقعد ما يصليش تحية المسجد. أما عند غيرنا، أنا غير مالك كما نقولوا احنا سعودية ولا المصاروة ولا نتبعوا الشافعية والحنابلة، حنابلة هذوك عندهم يطبقوا الحديث هذا، إذا كان الإمام يخطب ويدخل الإنسان الجامع يصلي ركعتين هذه تحية المسجد، لأن عند خاصة عند الشافعية هي واجبة، ويسموا هذه الصلاة ذات الأسباب، معناتها السبب هو سبب الدخول المسجد، إذن يصليها مهما كان الحال. وعند الأحناف ما عندناش، احنا ما يصلوش المالكية والأحناف، احنا المالكية خاصة المالكية احنا عندنا. نعم. ايه فاحنا هذا أمر مقدس، بمعنى الإمام مقدس من حيث الإنصات، أنه واجب في حق الإنسان أن ينصت للإمام ولا يصلي، والله أعلم. ما تحت الكعبين في النار، وشرح قوله صلى